مستمرين معاك اكيد يا كابتن ايمن، ونروح طبعا لكوكا، مبارك لك كوكا طبعا، الف مبروك. فوز مميز واداء كان قوي جدا الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي، شاركتك اكيد كان ليك اداء وليك دور مع كل لعيبه النادي الاهلي. بتشوف الفوز ازاي؟ بتشوف وصولنا للمباراه النهائيه ازاي؟ الحمد لله، الف مبروك للعيبه كلها والجهاز الفني ومجلس اداره، ومبروك لجماهير النادي الاهلي. الحمد لله النهارده يعني خطوه مهمه للفاينل، بطوله ان شاء الله الثالثه على التوالي تكون من نصيبنا يعني باذن الله. فحاجه كبيره بالنسبه لنا ان احنا نحققها يعني، واول مره تحصل في افريقيا، فان شاء الله تكون من نصيبنا يعني، ونفرح الجمهور باذن الله. كم من اللاعبين المميزين جدا، والثقه الكبيره ان انت تبقى متواجد في وسط الكوكبه الكبيره جدا دي بتحملك مجهود كبير للفتره اللي جايه، تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا؟ اكيد طبعا، في السن ده 20 سنه، فاكيد ان انت لازم تكون قد المسؤوليه اللي انت محطوط فيها دي، تلعب النهارده سيمي فاينال. فالحمد لله يعني الواحد لازم يكون قد ثقه الجهاز الفني وثقه اللعيبه، فيعني الحمد لله الواحد بيحاول يجتهد ويحاول يخش معاهم، كلها لعيبه كبيره، فالواحد بيحاول يتعلم ويكون موجود معاهم يعني. المباراه النهائيه خلاص حلم لكل الاهلاويه، مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ عايزين نفس الاداء ونفس الرجوله ونفس الوعي الكبير ده كوكا، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله 11 من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله، يعني دي مش محتاجه كلام، انت بتلعب ده نهائي. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك ان ده تقدر تكسب البطوله الثالثه على التوالي، فده تاريخ لينا وتاريخ للنادي، ونقدر نفرح الجماهير. فباذن الله اللعيبه كلها تعمل كل اللي عليها، كلنا مركزين في الدوري وفي افريقيا، فان شاء الله الفتره اللي جايه دي كلها تكون خير باذن الله علينا وعلى حبيب الله يبارك فيك. بنشكر اكيد واحد من نجوم النادي الاهلي كوكا، وبنشكر كل لعيبه النادي الاهلي على ادائهم المميز جدا، خطوه مهمه جدا نحو البطوله ان شاء الله ال11 ان شاء الله باذن الله، بالجديه الكبيره اللي شايفينها والاصرار المعهود والمعروف عن كل لعيبه النادي الاهلي، نقدر ان شاء الله باذن الله نرفع الكاس مهما كان المكان ومهما كان الزمان فين. عندنا رجاله ان شاء الله تقدر ان هي تسعد كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.